فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاة الفجر ينادينا والدكم يقول والدي هداه الله عندما يوقظنا لصلاة الفجر ينادينا بقوله: يا صهاينة يا كفرة يا يهود قوموا للصلاة، فنعمل من فضيلتكم أن توجهوا نصيحة له، حيث إنه يقوم بشتمنا بكلمات لا يقولها مسلم، فما نصيحتكم له ولنا؟ عليكم الصبر وقوموا، ما تتهاجرون وتغضبونه، ما يقول هذا إلا عن غضب، فأنتم بادروا بالقيام حتى ما يتلفظ بهذه الألفاظ، لا تغضبوه، وهو ما يجوز له التلفظ بهذه الألفاظ، لكن يمكن الغضب استحكم به بسببكم أنتم. نعم.